أهلا بكم من جديد. في تطور ينذر بسيناريو تصعيد عسكري في المنطقة، أبلغت دولة الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية جديدة تتعلق بموعد وطبيعة الرد الإيراني المرتقب على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي. ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدرين بأن هجوم إيران على إسرائيل سيكون مباشرا وسيبدأ قبل محادثات صفقة الأسرى المقررة منتصف أغسطس الجاري خلال يومين أو ثلاثة. وذكر المصدر نفسه بأن الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن حزب الله سيبدأ هجوما في 12 من أغسطس، وبعده بساعات تشن إيران هجوما. هذا وألغت إسرائيل سفر أي طيار إسرائيلي للخارج تحسبا لاندلاع مواجهة عسكرية تجعل الحاجة للطيارين ملحة. وكانت حكومة الاحتلال طلبت من الإسرائيليين في دول آسيوية الحذر على خلفية إمكانية تعرضهم لهجمات تقف وراءها طهران. سيد أكرم عطلة، أجدد الترحيب بك. قراءتك في هذه المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها دولة الاحتلال الولايات المتحدة حول الرد الإيراني؟ يعني نعم، واضح أنه إسرائيل تراقب. بالأمس كانت في أسطول عند الإسرائيليين، مجموعة طائرات من الطائرات الخاصة بسلاح الرقابة اللي قادرة على تكشف الرادار، هذا تتعلق بال بسموه سر بالشيء على اسم الطيور. يعني هذا يتعلق بكشف المنطقة، يستطيع أن يصل كل سوريا ولبنان أو الجزء الأكبر من سوريا ولبنان. كان في السماء بالأمس بتحرك فوق إسرائيل والرادارات شغالة، بيقولوا أنه لمسنا تحركات غير عادية لدى حزب الله ولدى كذا، وكان متوقع أنه بالأمس قد يحدث شيء. أبلغوا الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أنه زادت في ناصب رادارات إسرائيل، وعندها 18 قمر صناعي إسرائيل، وبعضهم طبعا له علاقة بالاتصالات والساتلايت والتليفونات والكذا، بس في عندها أقمار صناعية عسكرية عدة. نعم، أقمار تجسس ترصد كل شيء، وبعضها يستطيع أن يرصد 3 سنتيمتر على الأرض، يعني مسافته 3 سنتيمتر. يبدو أنه رصدت بعض التحركات، وبالتأكيد حتى هذه التحركات قد تكون حقيقية وقد تكون تمويه تقوم بها الأطراف. والمضبوط من السماء الإسرائيلية لا يستطيعون رصد إيران أينما تتحرك الطائرات، ولكن في أقمار الصناعية ممكن ترصد ماذا يجري في إيران. إيران بكل ظروف في حركة، بدأت تحريك الصواريخ منذ اليوم الأول ونشرت هذه الصور، المواطنين الإيرانيين العاديين نشروها وطالبت منهم وزارة الداخلية الإيرانية بعدم تصوير، لكن في تحركات حقيقية وواضح أنه نحن نقترب. وأنا أقدر أنه قد تكون قبل 15 شهر. لماذا؟ لأنه إذا إيران بدها تأجل ردها لما بعد 15 شهر ستتهم بأنها ضربت للتخريب على المفاوضات وليس انتقاما للهيبة الإيرانية. حزب الله أيضا نفس التهمة، لذا وقتهم أصبح محدود، والإسرائيلي ربما يقرأ ويدرك، يعني هو كمان مهتم بأمنه أكثر منا، يقرأ بدقة كل هذه الأشياء ويعرف أنه كل القصة الأمريكان عملوها بالمفاوضات لفرملة الرد الإيراني. عارفين إذا إجت مفاوضات صارت ما بصير رد، وبالتالي إيران تدرك أنه إذا بصير مفاوضات بصير صعبة لها الرد، بنخدش الموقف. الإسرائيلي يدرك إذا بدت المفاوضات فأن يد إيران تصبح أو موقف يصبح مجروح، وبالتالي معها هذه الفترة إذا بدأ يتحدث خشية، معلومات أو غير معلومات، لكنه يشعر أنه ما قبل المفاوضات هي لحظة حساسة. طيب أبلغوا الولايات المتحدة، ماذا يعني أبلغوا الولايات المتحدة؟ ما هي اللي بتراقب وبتبلغ وبتعطي الدنيا كلها، بس لدي بعض المعلومات ربما أبلغها، بس بكل الظروف الولايات المتحدة حركت أساطيلها. الإسرائيليين بيقولوا هذه أكبر حركة عسكرية أمريكية لصالح إسرائيل.
نيكسون في 73 يأتي في المرحلة الثانية. اليوم تحطم الرقم القياسي في تحريك البوارج وحاملة الطائرات والقواعد العسكرية المتحركة والثابتة والأسلحة، هاي سابقة لم يشهدها التاريخ في تاريخ العلاقة بين الجانبين. كل الظروف حركت الولايات المتحدة، أبلغوا ولا ما أبلغوا، بس ربما هو يعطيهم بعض ما لديهم من معلومات. هل هي للردع أم يعني توقع لاندلاع؟ حسب ما تقرر الميدان. يعني المرة الماضية جاءت للرد للدفاع، والأمريكان بيقولوا للدفاع كمان، هم عارفين نتنياهو بده يورطهم، بدهم مش ينزلقوا، هم بدهم يحاولوا يدافعوا بالبداية تخفيف الضربة عن إسرائيل، إنه هاي مصر الكاش حاجة فيش داعي لحرب كبيرة، بمعنى أنه كل هذه بالبداية دفاعية، ولكن إذا تمكنت إيران من نيل من إسرائيل حزب الله واستمرت المعركة إلى الدرجة التي تشكل خطراً على الأمن الإسرائيلي، راح تتحول إلى حالة هجومية. طيب دعنا نشكر معنا السيد عماد خشمان الباحث في العلاقات الدولية، ينضم إلي من بيروت. أرحب بك سيد عماد. هل نحن على وشك تصعيد محتمل خطير في المنطقة بناء على ما قدمته دولة الاحتلال من معلومات استخباراتية للولايات المتحدة؟ يعني حقيقة يعني قراءتي مخاطر حصول حرب كبرى في المنطقة يعني ضعيفة، بتقديري ضعيفة، ولو أن السلوك الإسرائيلي يعني العدواني يشير ولو نظريا إلى تدحرج الأمور، على الرغم يعني ضميا أن الإسرائيلي يعني يخاف ويرهب هذه المعركة وليس جاهزا لها، إنما هو يمارس التهويل والترهيب الناتج عن الخوف من نتائج هذه المعركة التي ستكون يعني شبه كارثية ووجودية على الكيان. حجم نيران هائل ممكن أن تعيشه المنطقة حقيقة قد يؤدي إلى ضرب المصالح الغربية والعالمية في المنطقة بسبب تأثيرات الجغرافيا في هذه المسألة، من بحار وممرات مائية استراتيجية كان من المحيط الهندي ومرورا بالبحر الأحمر ووصولا إلى البحر. تقديري أننا مستمرون يعني ولفترة غير وجيزة في إطار المواجهة القائمة، ولو في ارتفاع يعني في مستوى الاستهدافات وفي استنزاف العدو تشتد وتتراجع بتقديري أيضا وفقا لمجريات الميدان. إذن لن يكون هناك رد إيراني كبير كما أعلنت إيران. نعم، الرد حتمي لا نقاش فيه، ولكن هل يؤدي إلى حصول معركة كبرى أو حرب كبرى؟ هنا السؤال. هذا له علاقة بطبيعة يعني الرد الإسرائيلي على هذا الموضوع أو السلوك الإسرائيلي ما بعد الرد الإيراني، ولكن الرد الإيراني إنما هو رد حتمي لا نقاش فيه وواضح يعني بشكل جلي. التحضيرات يعني التجهيزات التي تقوم بها الجيش الإيراني وقوى الحرس الثوري وغيرها، وخاصة المناورات التي نشهدها هذه الأيام، تؤكد أن هذا الرد قائم، إنما هو مسألة ظروف وتوقيتات متعلقة بطبيعة الجبهة ولها علاقة بتفاصيل لها علاقة بتهيئة المسرح لهذا الموضوع، ولكن أن تؤدي إلى تدحرج المنطقة إلى معركة كبرى ومواجهة يعني قراءتي لا تقول هذا الموضوع، إنما ليست يعني ضعيفة، ليست قوية، إنما هي ضعيفة هذه التقديرات. وبالتالي إذا أريد أن لا تتدحرج الأمور، من المفترض أنه أي رد إيراني مهما كان حجمه أن تعلم إيران الولايات المتحدة فيه، أليس كذلك؟ هذا ليس سلوك إيران، غير معروف عن إيران هذا النوع من السلوك، لأنه حدث في الشهر الرابع. نعم، في الشهر الرابع في أبريل الماضي عندما ردت إيران على قصف قنصليتها في دمشق أبلغت الولايات المتحدة بذلك.
أعتقد أن ما يجري من تبليغ إنما يأتي بإطار القانون الدولي، أن يتم تبليغ الدول المحيطة بميدان المواجهة أو الدول التي هي ميدان المواجهة وما يوجد فيها من قوى وجيوش وقواعد. أعتقد هذا الأمر يأتي بإطار القانون الدولي المتعارف عليه في هذا النوع من الحالات. أما أنه يعني تبليغ الإيران تبليغ الأمريكي أن نحن قادمون للقيام بمواجهة ليست بهذه الطريقة، وليس الإيراني الذي يقوم بهذا الموضوع. إبلاغ الدول، إبلاغ الحكومات، الأجواء المحيطة، إبلاغها أن هناك رد قادم، أن هناك وضع يعني حساس، أن هناك عمليات عسكرية، هذا يأتي في إطار القانون الدولي. ولكن باعتقادي أنا أن الأمور ليست إلى درجة التدحرج لحصول حرب كبرى في المنطقة. خسارة أمريكا في المنطقة لن تكون خسارة بسيطة وعادية أبدا. المصالح الغربية والعالمية مهددة في هذه المنطقة، والموضوع مرتبط بسلوك العدو الإسرائيلي ورده على هذا الرد من قبل إيران أو من قبل محور المقاومة وتحديدا من قبل حزب الله في لبنان. شكرا لك سيد عماد خشمان الباحث في العلاقات الدولية، كنت معي من بيروت. سيد أكرم عطلة، البعض يرى بأن إيران مهما كان ردها سيكون محسوبا ومنضبطا لأنها لا ترغب بتفجر حرب في المنطقة، حرب واسعة، وبالتالي هذا يستلزم إبلاغ الولايات المتحدة، وبالتالي حتى لو كان حجم الرد أكبر من المرة الماضية ولكنه سيكون معلوما، أليس كذلك؟ شوف، الحسبة كثير معقدة، وإيران تدرك أنه هذا الكمين الذي ينصب لها منذ أكثر من عقدين، وجاءت اللحظة وجاءت البوارج وجاءت كل شيء. بنيامين نتنياهو اجتمع مع رئيس لجنة الطاقة الذرية موشي إدري وطلب منه تجهيز غيارات في اللحظة التي تتعرض فيها إسرائيل للخطر، الخيار النووي، وهذا متوقع. إسرائيل النووي مش عشان تتلقى ضربات موجعة، تتلقى ضربات خفيفة. إذن هذه مسائل مش بسيطة، هذه حرب، وإسرائيل وإيران في كسر عظم حقيقي. إسرائيل بدها تكسر إيران وتنهيها، وإيران بدها تكسر إسرائيل وتنهيها. معركة، إذا ذهبت المعركة أبعد ما يجب، تدرك إيران أنه في ثمن فادح سينال من كل الدولة الإيرانية. طهران العاصمة ستضرب، مصافي النفط، مش فقط حرب كلاسيكية. إسرائيل مجنونة وستذهب بعيدا، وفي غطاء دولي، في غطاء دولي. وبالتالي الحسبة بدها تكون كيف ضربة ما تفتحش حرب واسعة، لأنه الحرب الواسعة بدها تستمر يوم يومين. تعرف أنت بدأت أي حرب بتبدأ مناوشات حدودية، بعدين بتكبر إلى أن تصل العواصم، بتصير حرب المدن وحرب العواصم وحرب الكذا. هذه المرة، ومن يعرف ما هو السلاح اللي عند إيران كمان، ما عندها سلاح كيماوي تستخدم. أنت بتتحدث عن إشي غير عادي. هذه الحرب بدها حسبة، أنه استسهال، أنه إيران بدها ترد ولا بدهاش ترد، أو زي ما بتناول موضوع السوشيال ميديا، المسائل أعقد من هيك. نحن أمام حرب ربما تكون الأكبر في المنطقة منذ أن بدأت حروب المنطقة العربية، منطقة الشرق الأوسط خليني أقول. وبالتالي حساباتها بدها تكون حسابات هادئة، وحسابات تعيد هيبة إيران، ولكنها لا تفتح حرب كبيرة قد تدفع فيها إيران ثمن كبير. ولكن الخطأ قائم بكل الأحوال، يعني الحروب الكبرى كانت بسبب خطأ في الحسابات. بالتأكيد. في حال جرت مواجهة واسعة، جرى هذا الخطأ، حدث هذا الخطأ وكانت هناك مواجهة واسعة النطاق، برأيك هل مثل هذه المواجهة هي لصالح إيران أم لصالح إسرائيل؟ لن تكون لصالح إسرائيل بالقطع. إسرائيل، إحنا كل صاروخ بينزل من سعرها في البورصة، بورصة القوة في مستويات، كل صاروخ بينزل في إسرائيل سعر البورصة بينزل، مش هيك؟ بينزل هيبة إسرائيل، قدرتها على حماية نفسها، تبطل تقول بحمي الآخرين،
قدرتها على حماية مواطنيها أزمة الثقة مالهم، قدرتها على الصناعة العسكرية القبة الحديدية ومش القبة الحديدية، فكل صاروخ بينزل بيأكل من رأس المال. إيران أيضا ستتلقى صواريخ، يعني إيران كمان ستتلقى صواريخ، وبالتالي ليست من مصلحة. لكن أقول لك ربما إذا لم تذهب الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا مع إسرائيل، ربما سيكون الخاسر الأكبر من هذه المواجهة إسرائيل، ولكن إيران عليها أن تحسب بميزان هادئ هذه المرة هذا كمين ينصب لها منذ أكثر من عقدين. أشكرك جزيلا سيد أكرم عطا الله الكاتب والمحلل السياسي على حضورك معنا. شكرا لكم. كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ألقاكم بخير.